بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فلا زلنا نقرأ في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أسباب اختلاف الأئمة، ووقفنا عند السبب الرابع، وهو أن يشترط إمام من الأئمة في خبر الواحد العدل شروطاً يخالفه فيها غيره من الأئمة. ومثل المصنف كما تقدم معنا في الدرس السابق لذلك بعدة أمثلة، منها المثال الذي تقدم معنا، وهو أن بعض العلماء اشترط في الاحتجاج بخبر الواحد أن يعرض على الكتاب والسنة. وعرفنا أن هذا القول هو قول جمهور الحنفية وأكثر المتكلمين، كما نسبه لهم أبو المظفر السمعاني رحمه الله. ومثل أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بمثال آخر تقدم معنا، وهو أن بعض الفقهاء اشترط في خبر الواحد إذا خالف قياس الأصول أن يكون الراوي له فقيهاً، وتقدم الكلام على هذا المثال، وعرفنا أنه ذهب لذلك كثير من علماء الحنفية، وأن جمهور أهل العلم يخالفونهم في ذلك، وأن ما ذكره بعضهم عن أبي هريرة رضي الله عنه من أنه ليس فقيها قول باطل ترد عليه الأدلة الصحيحة. وممن رد هذا القول وأبطله من عدة وجوه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ووقفنا عند المثال الثالث لهذا السبب، وهو أن بعض العلماء اشترطوا في خبر الواحد إذا كان فيما اشترطوا في الخبر ألا يكون فيما تعم به البلوى، إذا كان خبر واحد فاشترطوا في خبر الواحد ألا يكون فيما تعم به البلوى. وذهب لهذا علماء الحنفية، وبناء على هذا فإذا جاء خبر واحد في أمر تعم به البلوى فإنهم يردونه ولا يعملون به. والمقصود بما تعم به البلوى ما يكثر به التكليف ويحتاج الناس إليه حاجة عامة. ما تعم به البلوى هو ما يكثر التكليف به ويحتاج الناس إليه حاجة عامة، وذلك مثل أحكام نواقض الوضوء و
وخيار المجلس في البيع واشتراط الولي في النكاح ونحو ذلك من الأشياء التي يكثر وقوعها ويحتاج الناس إلى معرفة أحكامها. وجمهور أهل العلم على أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول، فلا يشترطون في خبر الواحد هذا الشرط، وذلك لأن أدلة الاحتجاج بخبر الواحد أدلة عامة، كما في قوله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين الآية، فإن الطائفة تصدق على الواحد وتصدق على ما هو أكثر منه. ولم يشترط في هذه الآية في خبر الواحد أن يكون في أمر لا تعم به البلوى ونحو ذلك من أدلة الاحتجاج بخبر الواحد. وأما الحنفية فذهبوا إلى أن خبر الواحد كما عرفنا لا يقبل إذا كان فيما تعم به البلوى، واستدلوا على هذا بأن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه، فيكثر الجواب عنه، فيكثر الإخبار به، فالسؤال عنه يكثر، وإذا كثر السؤال كثر الجواب، وإذا كثر الجواب كثر الإخبار به. وبناء على هذا إذا جاء خبر واحد فيما تعم به البلوى عرفنا أن هذا الخبر ليس صحيحا، لكن الجمهور يجيبون على هذا بأن ما تعم به البلوى صحيح أنه يكثر السؤال عنه ويكثر الجواب عنه، لكن لا يلزم من ذلك أن يكثر الإخبار به، لأن الإخبار يكون بحسب الحاجة، فإذا وجدت الحاجة إلى الإخبار وجد الإخبار. وعرفنا من هذا أن من أسباب الخلاف بين العلماء أن يعتقد بعضهم في خبر الواحد شرطاً من الشروط، وبناء على هذا إذا لم يحتج به بناء على الأصل الذي قرره فإن الملام مرفوع عنه، لأنه لم يترك العمل بالخبر والاحتجاج به بناء على هواه، وإنما ترك ذلك بناء على أصل يعتقده صحيحا. فالحنفية لم يعملوا بحديث بسرة بنت صفوان في مس الذكر في الوضوء من مس الذكر، ولم يعملوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في إثبات خيار المجلس، لأنهما في أمر تعم به، لأنهما خبر واحد في أمر تعم به البلوى، فخالفوا هنا بناء على ماذا؟ بناء على شرط اشترطوه في خبر الواحد. فالملام يرفع عنهم أو لا يرفع؟ يرفع، لأنهم لم يخالفوا بناء على اتباع الهوى، وإنما بناء على أصل يرون أنه صحيح. والكلام في هذه المسألة طويل، ولكن نقتصر على قدر الحاجة. قال: إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه، يعني إلى غير ذلك من الشروط التي اشترطها بعض العلماء في خبر الواحد. ومن ذلك أن بعض العلماء اشترط في خبر الواحد ألا يرد في باب الحدود، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وبعض العلماء اشترط في خبر الواحد ألا يخالفه عمل أهل المدينة،
إلى غير ذلك من الشروط التي قررها بعض العلماء في الاحتجاج بخبر الواحد. نعم. قال: السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه، وهذا يرد في الكتاب والسنة، مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء فقال: لا يصلي حتى يجد الماء. فقال له عمار بن ياسر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجنبنا؟ فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة، وأما أنت فلم تصلي. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. فقال له عمر: اتق الله يا عمار. فقال: إن شئت لم أحدث به. فقال: بل نوليك من ذلك ما توليت. فهذه سنة شهدها عمر رضي الله عنه ثم نسيها حتى أفتى بخلافها، وذكره عمار رضي الله عنه فلم يذكر، وهو لم يكذب عمارا بل أمره أن يحدث به. وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال: لا يزيد رجل على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددته. فقالت له امرأة: يا أمير المؤمنين، لم تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه؟ ثم قرأت: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فرجع عمر إلى قولها، وقد كان حافظا للآية ولكن نسيها. وكذلك ما روي أن عليا ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عهده إليه ما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره حتى انصرف عن القتال، وهذا كثير في السلف والخلف. فذكره حتى انصرف عن القتال. السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغ الإمام لكنه وثبت عنده لكنه نسيه، فلا يعمل به بناء على نسيانه له. وهذا كثير، لأن النسيان غالب على الإنسان، وهذا يرد كثيرا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الكتاب والسنة، ومثل لذلك بثلاثة أمثلة. المثال الأول هو المثال المشهور في القصة التي حصلت بين عمر رضي الله عنه وعمار ابن ياسر رضي الله عنه في الجنب، هل يجوز له أن يتيمم إذا لم يجد الماء أو لا. فعمر رضي الله عنه أنكر كون الجنب يجوز له أن يتيمم إذا لم يجد الماء، ونسي القصة التي ذكره بها عمار بن ياسر رضي الله عنه. وبناء على نسيانه له أفتى بأن الجنوب لا يجوز له أن يتيمم، أما عمار رضي الله عنه فلما كان ذاكرا للحادثة التي وقعت في ذلك فإنه كان يفتي بأن الجنوب يجوز له أن يتيمم. ومن نسيان عمر رضي الله عنه وشدة اقتناعه بأن الجنوب لا يجوز له أن يتيمم، قال له عمار بن ياسر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن شئت لم أحدث بذلك. يعني أنك إذا رأيت المصلحة في أنني لا أحدث به فإنني لا أحدث به، لأنك إمام المسلمين وتصرف الإمام منوط بالمصلحة. ويحتمل أن يكون مراد عمار رضي الله عنه كما يقول النووي رحمه الله في شرح الحديث
يحتمل أن يكون مراده إن شئت لم أحدث به تحديثاً شائعاً، وإن كنت قد أحدث به بين خواص الصحابة رضي الله عنهم. هذا المثال الأول. فإذا كان عمر رضي الله عنه مع ما آتاه الله من القوة العلمية والإيمانية قد ينسى، فكيف بغيره من أئمة المسلمين ممن هم دونه بلا شك؟ هذا المثال الأول وهو من السنة. المثال الثاني من القرآن، وذكره في قوله وأبلغ من هذا، يعني أبلغ من المثال السابق. ولماذا هو أبلغ؟ أبلغ لأنه وارد في القرآن، لأن الآية نسيها عمر رضي الله عنه مع أنها في القرآن، فلهذا كان هذا المثال أبلغ. قال أبلغ من هذا أن عمر رضي الله عنه قال وهو على المنبر: لا يزيد رجل على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا رددته، يعني رددت هذه الزيادة واقتصرت على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فقامت امرأة وقالت: يا أمير المؤمنين، لما تحرمنا شيئا أعطاه الله لنا؟ وقرأت قوله سبحانه وتعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا. فرجع عمر رضي الله عنه إلى قولها، مع أنه كان يحفظ الآية لأنه كان حافظا للقرآن رضي الله عنه، لكنه نسي الآية. وهذه القصة ذكر بعض العلماء كالحافظ ابن حجر أنها ضعيفة لأنها منقطعة، ولو فرضنا أنها صحيحة فإن الاحتجاج بها على ما أرادت المرأة ليس صحيحا، لأنه استدلال في غير محله. فالآية وردت في المرأة المختلعة، أي التي تريد الخلع من زوجها، ولم ترد في تحديد مهور النساء. فالاستدلال هنا استدلال في محله أو ليس في محله؟ الاستدلال ليس في محله، لكن إرادة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لهذه القصة يدل على أنه يرى صحتها، لكن غيره من أهل العلم يرى أنها لا تثبت. ولو فرضنا ثبوتها فإن استدلال المرأة بالآية استدلال غير صحيح. المثال الثالث ما جاء أن علي رضي الله عنه نسي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم له عندما قال: لتقاتلن الزبير وأنت ظالم له، حتى ذكره الزبير ابن العوام رضي الله عنه بذلك يوم الجمل فانصرف عن القتال. فهذا علي رضي الله عنه نسي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن هو دونه؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا كثير في السلف والخلف، وسبب ذلك ما عرفناه من أن النسيان غالب على الإنسان. نعم. قال: السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث، تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريباً عنده، مثل لفظ المزابنة والمخابرة والمحاقلة والملامسة والمنابذة والغرر إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها. وكالحديث المرفوع: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه، ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير. وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحمله على ما يفهمه في لغته بناء على أن الأصل بقاء اللغة.
كما سمع بعضهم آثارًا في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر لأنه لغتهم، وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد، فإنه جاء مفسرًا في أحاديث كثيرةٍ صحيحة، وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب المشتد خاصة بناءً على أنه كذلك في اللغة، وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديث صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر، وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز فيحمله على الأقرب عنده وإن كان المراد هو الآخر، كما حمل جماعة من الصحابة في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل، وكما حمل آخرون قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم على اليد إلى الإبط، وتارة لكون الدلالة من النص خفية، فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه، ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلاً في ذلك العام، ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك، وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله، وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها. نعم. السبب السادس عدم معرفة الإمام بدلالة الحديث أي ودلالة الكتاب، لأنه ذكر مثالاً من الكتاب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، والدلالة والدلالة هي كون اللفظ إذا أطلق فهم منه المعنى، كون اللفظ إذا أطلق فهم منه المعنى، وأسباب وعدم معرفة دلالة الكتاب أو دلالة السنة لها أسباب ذكر المصنف رحمه الله منها أربعة. السبب الأول لعدم معرفة دلالة النص من الكتاب أو من السنة أن يكون اللفظ الوارد في القرآن أو في الحديث غريباً عند الإمام، أي تكون دلالته ليست واضحة عنده، وإن كانت واضحة عند غيره، ولهذا قال لكون اللفظ الذي في الحديث غريباً عنده، يعني وإن كان واضحاً عند غيره من أهل العلم، وذلك مثل لفظ المزابنة، والمزابنة المراد بها بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه تمراً، وبعض أهل العلم يفسرها بغير هذا التفسير، وكذلك المحاقلة فقيل هي المزابنة وقيل هي بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وكذلك المخابرة قيل هي المزارعة وقيل غير ذلك، وكذلك الملامسة والمنابذة والغرر، فهذه كلمات غريبة، ولهذا وقع في تفسيرها خلاف بين أهل العلم، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في ولا عتاق في إغلاق، فقد اختلف العلماء في تفسير الإغلاق، فذهب بعضهم وهم الحجازيون إلى أن المراد بالإغلاق الإكراه، وذهب بعضهم وهم العراقيون إلى أن المراد بالإغلاق الغضب، وقال بعض أهل العلم المراد بالإغلاق جمع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة، وسبب هذا وسبب الخلاف في هذه الأمثلة ما هو؟ غرابة اللفظ،
أن اللفظ غريب، فلهذا وقع الخلاف. هذا السبب الأول لعدم معرفة دلالة اللفظ من الكتاب أو من السنة. السبب الثاني ألا يكون اللفظ غريبا لكن معناه في لغة الإمام يختلف عن معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، فيفسر اللفظ بناء على ما يعلمه من لغته هو لا على ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغييرها، وهذه قاعدة يكررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه، وهي أن الأصل بقاء اللغة وتقريرها يعني إثباتها لا نقلها وتغييرها، فهو يفسر اللفظ بناء على ما يعرفه من لغته لأن الأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغييرها، فنقلها من الأصل إلى معنى آخر هذا خلاف الأصل. ومثل شيخ الإسلام رحمه الله لهذا السبب بمثالين. المثال الأول أن بعض أهل العلم بلغه آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترخيص في النبيذ، فظن أن المراد بالنبيذ المسكر بناء على ما يفهمه في لغته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا المعنى وإنما أراد معنى آخر وهو ما ينبذ يعني يطرح في الماء من التمر ونحوه لتحليته، وسمي هذا نبيذا لأنه ينبذ، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بالنبيذ المعنى الذي حمله عليه هذا المخالف. هذا المثال الأول، وهو أن بعضهم بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في النبيذ وفي لغته أن النبيذ هو المسكر فحمل هذا المعنى عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا المعنى وإنما أراد معنى آخر وهو ما ينبذ في الماء لتحليته من التمر ونحوه، وذلك قبل أن يشتد ويقذف بالزبد. المثال الثاني أن بعض العلماء سمع لفظ الخمر في الكتاب والسنة فحمله على المعنى الذي يعرفه في لغته وهو عصير العنب المشتد خاصة، فإذا جاء لفظ الخمر في الكتاب والسنة فإنه يحمله على عصير العنب خاصة لأن هذا هو الذي يفهمه في لغته، والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغييرها، مع أن المراد في الكتاب والسنة ليس خصوص هذا المعنى وإنما هو أعم من ذلك وهو كل مسكر كما في قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كل مسكر خمر، يعني سواء كان عصير عنب أم كان غيره، وكل خمر حرام. ولهذا قال المصنف رحمه الله وسمعوا لفظ الخمر وهذا هو المثال الثاني في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب المشتد خاصة بناء على أنه كذلك في اللغة، وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديث صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر.
الجمهور جمهور أهل العلم على أن الشارع قد ينقل معنى اللفظ من اللغة إلى معنى شرعي إما بالتعميم وإما بالتخصيص، إما بأن يعمم المعنى وإما أن يخصصه، فالشارع له تصرف في اللغة كما أن العرب لهم أيضاً تصرف في اللغة. فلفظ الصلاة في لغة العرب معناه الدعاء، لكن الشارع نقل هذا اللفظ إلى معنى آخر وهو الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. وكذلك الزكاة في اللغة معناها النماء والزيادة، لكن الشارع نقلها إلى معنى آخر وهو حق مالي مخصوص لطائفة مخصوصة في زمان مخصوص. وكذلك النكاح في اللغة معناه الضم والجمع، لكن الشارع نقله إلى معنى آخر وهو العقد الذي يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة، وهكذا. فالشرع يتصرف في الألفاظ في معاني الألفاظ كما أن العرب يتصرفون فيها. فلهذا نقل الخمر من المعنى اللغوي الذي هو عصير العنب خاصة إلى معنى أوسع وهو كل مسكر. السبب الثالث من أسباب عدم معرفة دلالة اللفظ أن يكون اللفظ مشتركاً أو مجملاً أو متردداً بين الحقيقة والمجاز، فيحمله الإمام على المعنى الذي يرى أنه هو الأقرب عنده، يحمله على المعنى الذي يرى أنه هو الأقرب عنده، وإن كان المراد في الكتاب والسنة هو المعنى الآخر الذي لم يحمله عليه. والمشترك المراد به هو اللفظ الذي يدل على معنيين فأكثر بأوضاع مختلفة، كلفظ القر فإنه يدل على الحيض بوضع مستقل ويدل على الطهر بوضع مستقل، أي أن العرب وضعت القرء وضعاً مستقلاً للحيض ووضعته وضعاً مستقلاً للطهر، وكذلك العين وضعتها العرب وضعاً مستقلاً للعين الباصرة ووضعاً آخر للعين الجارية ووضعاً آخر للنقدين الذهب والفضة ووضعاً رابعاً للعين الذي هو الجاسوس. فالعين لفظ مشترك بين هذه المعاني، وكعسعس فهو موضوع لأقبل وضعاً مستقلاً ولأدبر وضعاً مستقلاً، ومختار موضوع لمن حصل منه الاختيار وضعاً مستقلاً ولمن وقع عليه الاختيار وضعاً مستقلاً. فاللفظ قد يكون مشتركاً فيحمله الإمام على معنى ويكون المراد هو المعنى الآخر، وقد يكون اللفظ مجملا وهو الذي لم تتضح دلالته، وبتعبير آخر هو ما احتمل معنيين فأكثر من غير أن يترجح أحدها على الآخر. فاللفظ متردد بين أكثر من معنى فيحمله الإمام على أحد هذه المعاني ويكون المراد المعنى الآخر. وكذلك اللفظ قد يتردد بين الحقيقة والمجاز، كالجار مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، فهو محتمل لأن يكون المراد بالجار الجار الملاصق، وهذا هو المعنى
الحقيقي، ويحتمل أن يكون المراد بالجار الشريك، وهذا هو المعنى المجازي. فاللفظ هنا لفظ الجار احتمل هذين المعنيين، فيأتي الإمام ويحمل لفظ الجار على أحد هذين المعنيين ويكون المراد المعنى الآخر، ويحمله غيره من أهل العلم على المعنى الآخر، فيقع الخلاف بينهم. فسبب الخلاف ما هو؟ تردد اللفظ بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. ومثل المصنف رحمه الله لهذا السبب بمثال، وهو أن جماعة من الصحابة حملوا قوله سبحانه وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر على أن المراد بالخيط الأبيض الحبل الأبيض، والخيط الأسود الحبل الأسود، وهذا ليس هو المراد، وإنما المراد بالخيط الأبيض بياض النهار وبالخيط الأسود سواد الليل، فحصل الاختلاف بسبب تردد اللفظ، فهو يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى، كما وقع ذلك لحاتم ابن عدي رضي الله عنه ولبعض الصحابة. وكذلك حمل بعض الصحابة قوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق، حملوا الأيدي على اليد من رؤوس الأصابع إلى الإبط، وهذا معنى تحتمله الآية، لكنه ليس هو المراد، وإنما المراد في قوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، حملوا اليد على اليد من رؤوس الأصابع إلى الإبط، وبناء على هذا فإذا مسحوا في التيمم فإنهم يمسحون اليد من رؤوس الأصابع إلى الإبط، وهذا ليس هو المراد، وإنما المراد باليد الكف، وقد جاءت السنة مفسرة لهذا. فسبب هذا الحمل هو ماذا؟ هو عدم معرفة دلالة الآية، فلهذا وقع الخلاف. السبب الرابع الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله لعدم معرفة دلالة اللفظ هو أن تكون دلالة اللفظ خفية، بمعنى أنها ليست واضحة، والدلالة الخفية هي الدلالة التي لا تكون من جهة صيغة اللفظ، وإنما تكون بسبب آخر، هي الدلالة التي لا تكون بسبب من جهة صيغة اللفظ، وإنما تكون بسبب آخر. ومن أمثلة ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فهذه الآية استدل بها بعض العلماء على أن من أصبح جنوبا في نهار رمضان فإن صيامه صحيح، وهذه الدلالة دلالة خفية أو دلالة ظاهرة؟ هذه الدلالة دلالة خفية، ووجه الاستدلال بها أن الله سبحانه وتعالى قال ليلة أحل لكم ليلة، والليلة تشمل جميع أجزاء الليل حتى الجزء الذي يعقبه طلوع الفجر، وهذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أنه لأن من أتى أهله أنه يجوز الإتيان في الليل حتى في آخر جزء من الليل،
وهذا يلزم منه أنه يصبح ماذا؟ أنه يصبح جنبا. والأمثلة على ذلك كثيرة، فيحصل عدم معرفة دلالة اللفظ على الحكم بسبب ماذا؟ بسبب خفاء دلالة اللفظ عليه. والله سبحانه وتعالى جعل بعض الأحكام واضحة وجعل بعض الأحكام خفية لحكمة عظيمة، وهي ابتلاء العباد ورفعة درجة المجتهدين، كما قرر هذا ابن القصار رحمه الله في مقدمته في أصول الفقه. فبعض الأحكام تكون خفية لا يعرفها جمهور الناس، وإنما يعرفها من فتح الله عليه بدقة الفهم وسلامة النية وصحة القصد، وذلك ابتلاء للعباد واختبارا لهم ورفعة للمجتهدين، لأن المجتهدين إذا نظروا في الأدلة يثابون على ذلك أو لا يثابون؟ يثابون إذا نظروا فيها بقصد استنباط الأحكام واستخراجها منها. وهذه عبادة لا تكون إلا لمن بلغ رتبة الفهم لنصوص الكتاب والسنة، بحيث يستطيع أن ينظر في النصوص ويستخرج الأحكام منها. ثم ذكر رحمه الله كلاما عظيما جدا يكتب بماء العيون، يتعلق باختلاف دلالات الألفاظ وتنوعها، فقال: فإن جهات، يعني أنواع دلالات الأقوال، متسعة جدا، يعني كثيرة جدا، يتفاوت الناس في إدراكها، يعني في فهم معانيها بتمامها وفهم وجوه الكلام. وسبب هذا التفاوت بين الناس في إدراك دلالات الألفاظ أن الدلالات مختلفة، كما أنها أيضا متسعة ومنتشرة جدا، إضافة إلى أن أفهام الناس مختلفة، فمنهم من يكون حديد الذهن دقيق الفهم، ومنهم من يكون دون ذلك. كما أن من أعظم أسباب فهم دلالات الألفاظ ما يمنحه الله سبحانه وتعالى العبد من حسن الفهم، ولهذا قال: بحسب منح الحق سبحانه وتعالى ومواهبه. فهذا فيه إشارة إلى سبب من أسباب فهم النصوص، وهو ماذا؟ ما يمنحه الله سبحانه وتعالى لعبده من فهمه لنصوص الكتاب والسنة. وهذا يقتضي أن العبد يقترب من الله سبحانه وتعالى ويسأله أن يفهمه مراده ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الله يفتح مغاليق الفهم. ولهذا كان العلماء يسألون الله سبحانه وتعالى أن يفهمهم نصوص الكتاب والسنة. فما دام أن الفهم منح أو منحة من الله، فهذا يقتضي استجلاب ذلك من الله سبحانه وتعالى وطلبه واستيهابه ذلك. ثم مع انتشار هذه الدلالات واختلاف أنواعها، قد يعرف الرجل، يعني أو المرأة، لأن هذا ليس مقتصرا على الرجال، قد يعرف الرجل المعنى من حيث العموم، يعني من حيث الجملة، لكنه لا يفهم دلالته على المعنى المعين، وقد يفهم دلالته على الشيء المعين لكنه
لا ينتبه لكون اللفظ يدل عليه في بعض الأحيان، وقد ينتبه في بعض الأحيان لكنه ينسى بعد ذلك. ولهذا قال: ثم قد يعرفها، يعني يعرف الدلالة، ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم، يعني من حيث الجملة، ولا يتفطن لكون هذا المعنى، يعني المعنى المعين، داخلاً في ذلك العام. ثم قد يتفطن له تارة، يعني في بعض الأحيان، ثم ينساه بعد ذلك. قال: وهذا باب واسع جداً لا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى. وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. فقد فهم بعض أهل العلم أن الباء هنا للتبعيض، وقد ذهب بعض علماء اللغة إلى أن الباء لا تدل في لغة العرب على التبعيض، حتى إن ابن برهان يقول: من قال إن الباء تدل على التبعيض فقد جاء العرب بما لا يعرفونه. نعم. قال: السبب السابع اعتقاده أن لا دلالة في الحديث، والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست صحيحة، بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة، سواء كانت في نفس الأمر صواباً أو خطأً، مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس حجة، أو أن المفهوم ليس بحجة، أو أن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه، أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الفور، أو أن المعرف بالألف واللام لا عموم له، أو أن الأفعال المنفية لا تنفى ذواتها ولا جميع أحكامها، أو أن المقتضى لا عموم له فلا يدعي العموم في المضمرات والمعاني، إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه. فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم، وإن كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيها، وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات، وهل هي من ذلك الجنس أم لا، مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ المعين مجمل بأن يكون مشتركا لا دلالة تعين أحد معنييه أو غير ذلك. نعم. والسبب السابع أن يعلم دلالة الحديث لكن يعتقد أنه لا يدل على هذه المسألة المعينة، فمعنى الحديث عنده معلوم لكن يعتقد أنه لا يدل على هذا الحكم المعين. والفرق بين هذا السبب والسبب الذي قبله واضح، وهو أن السبب الذي قبله لم يعلم الإمام دلالة الحديث، أما هنا فهو يعلم دلالة الحديث لكن يرى أن الحديث لا يدل على حكم هذه المسألة بعينها. وسبب كونه يرى أن الحكم لا يدل، سبب كونه يرى أن النص لا يدل على هذه المسألة بعينها أن له أصلاً، أي قاعدة أصولية تمنع عنده من دلالة اللفظ على الحكم، وذلك سواء كانت هذه القاعدة صحيحة في نفس الأمر أم لم تكن صحيحة، لكنه يرى أن هذا اللفظ لا يدل على الحكم بسبب هذه القاعدة، سواء قلنا إن هذه القاعدة قاعدة صحيحة أم قلنا إنها ليست صحيحة، لكن الذي منعه من إدخال المسألة تحت هذا الحكم هو ماذا؟ هو هذا الأصل الذي
يعتقده. ومثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لذلك بعدة أمثلة، منها من هذه الأمثلة أن يعتقد أن العام إذا خص لا يحتج به، وذلك كقوله فيما سقت السماء العشر، فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يحتج به لأنه مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وممن ذهب إلى هذا عيسى بن أبان بن صدقة وبعض أهل العلم، وهذا القول وهو أن العام إذا خص لا يحتج به ذكر الشاطبي رحمه الله أنه قول خطير جدا، وذلك لأن العمومات الكتاب والسنة هي عمدة الشريعة، وأكثر العمومات أو لنقل وكثير من العمومات مخصوصة، فهذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أن كثيرا من نصوص الكتاب والسنة لا يحتج بها، لأنهم يقولون العام المخصوص لا يحتج به، فهذا يترتب عليه أن كثيرا من نصوص الكتاب والسنة لا يحتج بها لأنها طرقها التخصيص. وهذا القول كما قال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله قول خطير جدا. ومن الأمثلة على هذا لأن بعض العلماء ذهبوا إلى أن مفهوم المخالفة لا يحتج به في كلام الشارع، وهذا هو مذهب الحنفية. وبناء على هذا لم يعملوا بقوله صلى الله عليه وسلم خمس رضعات في اليوم والليلة يحرمنا ونحو ذلك من المفاهيم، فهم لم يعملوا بهذا الخبر بناء على ماذا؟ بناء على عدم معرفتهم بدلالة الحديث، أو بناء على اعتقادهم أن الحديث لا يدل على هذه المسألة، بناء على اعتقادهم أن الحديث لا يدل على هذه المسألة. وكذلك في سائر الأمثلة التي ذكرها، وهي أن العموم الواردة على سبب يقصر على سببه، فقد ذهب بعض الحنابلة وبعض المالكية إلى أن العام يقصر على سببه إذا ورد على السبب. وكذلك مثال آخر وهو أن الأمر المجرد يعني عن القرينة لا يقتضي الوجوب، وإنما يقتضي الندب أو يقتضي الإباحة كما ذهب لذلك بعض أهل العلم، إلى آخر الأمثلة التي ذكرها رحمه الله. ثم قال فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم، يعني في قسم دلالات الألفاظ، في قسم دلالات الألفاظ. فشطر الخلاف المذكور في كتب أصول الفقه راجع إلى الخلاف في دلالات الألفاظ، ولهذا فإن مبحث دلالات الألفاظ في كتب أصول الفقه يشغل حيزاً كبيراً. قال وإن كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيها، أي أن الأصول المجردة عن الفروع وأدلتها لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيها، فهناك دلالات لم يتعرض لها الأصوليون مع كثرة كلام الأصوليين في الدلالات، إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن هناك أيضا دلالات لم يتعرض لها
علماء الأصول، مما يدلك على أن الكلام في دلالات الألفاظ كلام واسع جدا، أن باب دلالات الألفاظ واسع جدا، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه مع كثرة كلام الأصوليين في دلالات الألفاظ إلا أن هناك دلالات لم يتعرضوا لها. قال: وتدخل فيه، يعني في هذا السبب، أفراد أجناس الدلالات أي أنواعها، هل هي من هذا الجنس أو من هذا الجنس؟ فقد يختلف العلماء، هل هذه الدلالة من قبيل دلالة المنطوق أو من قبيل دلالة المفهوم، أو ويختلفون هل هذه الدلالة من قبيل دلالة العام أو من قبيل دلالة المطلق، أو هذه الدلالة من قبيل دلالة المبين أو من دلالة المجمل، وهكذا. فكل ذلك يؤدي إلى وقوع الخلاف بين العلماء. نعم. قال: السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، مثل معارضة العام بخاص، أو المطلق بمقيد، أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب، أو الحقيقة بما يدل على المجاز، إلى أنواع المعارضات، وهو باب واسع أيضا. فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم. نعم. السبب الثامن هو أن يعلم دلالة الحديث، وأن يعتقد أن الحديث يدل على هذه المسألة، لكنه يعتقد أنه يوجد معارض أقوى من هذا الحديث يدل على أنها على أن يدل على خلاف ما دل عليه هذا الحديث، فهو يعرف دلالة الحديث ويرى أن الحديث يدل على هذه المسألة المعينة، لكن يرى أنه لا يعمل به لوجود معارض أقوى منه، وذلك مثل معارضة الخاص للعام، كما في قوله سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فهذه الآية تدل على أنه تقتل لكل نفس بكل نفس، لأن اللفظ عام، لكن عارضها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. فدلالة الآية هنا معلومة، وكونها تدل على أن المسلم لا يقف على أن المسلم يقتل بالكافر صحيحة، لكن لم يعمل بهذه الدلالة. لماذا؟ لوجود المعارض، وهكذا في سائر الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله. ثم قال: وهذا باب واسع جدا، والإشارة هنا إلى باب ماذا؟ إلى باب التعارض، فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم. وهذه عبارة من عالم مطلع على الدلالات وعلى الأدلة وعلى الأقوال، وما دام أنها بحر خضم فهل يستغرب وجود خلاف العلماء فيها؟ لا يستغرب وجود خلاف العلماء فيها، لأن بعض العلماء يفهم ما لا يفهمه غيره من أهل العلم، وهذا تعارض دلالات الألفاظ، فكيف بتعارض الأدلة نفسها؟ وهذا مما يقوي وجود الخلاف بين أهل العلم ويكثره. فبناء على هذا، إذا خالف عالم بناء على المعارضة فيرفع عنه الملام أو لا يرفع عنه الملام؟ يرفع عنه الملام، لأنه معتمد على أصل ودليل لا على هوى. نعم.
السبب التاسع اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان قابلاً للتأويل بما يصلح أن يكون معارضاً بالاتفاق مثل آية أو حديث آخر أو مثل إجماع، وهذا نوعان: أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منها، وتارة يعين أحدها بأن يعتقد أنه منسوخ أو أنه مؤول، ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما، وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه أو أن هناك ما يدفعه، وإذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالاً، وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسناداً أو متناً، وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول، والإجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف. وقد وجدنا من أعيان قال وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك، لكن لا يمكن العالم أن يبتدئ قولاً لم يعلم له قائلاً مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه، حتى إن منهم من يعلق القول فيقول إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما يتبع، وإلا فالقول عندي كذا وكذا، وذلك مثل من يقول لا أعلم أحداً أجاز شهادة العبد وقبولها محفوظ عن علي وأنس وشريح وغيرهم، ويقول آخر أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يرث وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول آخر لا أعلم أحداً أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وإيجابها محفوظ عن أبي جعفر الباقر، وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلاده ولا يعلم أقوال جماعات غيرهم، كما نجد كثيراً من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين والكوفيين، وكثير من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين أو ثلاثة من الأئمة المتبوعين، وما خرج عن ذلك فإنه عنده يخالف الإجماع لأنه لا يعلم به قائلا وما زال يقرع سمعه خلافه، فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث يخالف هذا لخوفه أن يكون هذا خلافا للإجماع أو لاعتقاده أنه مخالف للإجماع، والإجماع أعظم الحجج، وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه، وبعضهم معذور فيه حقيقة وبعضهم معذور فيه وليس هو في الحقيقة بمعذور، وكذلك كثير من الأسباب قبله وبعده. نعم. السبب التاسع أن يعتقد الإمام أن الحديث معارض بما يدل على أنه ضعيف، أو أن يعتقد أنه منسوخ، أو يعتقد أنه مؤول. والفرق بينه وبين السبب الذي قبله أن السبب الذي قبله لا يعتقد أن الحديث ضعيف، ولكن يعتقد أن دلالته قد عارضها معارض. أما هنا فيعتقد أن المعارض دل على أن الحديث ضعيف. ومن أمثلة ذلك لأن بعض العلماء يرى أن حديث القلتين الذي رواه ابن عمر رضي الله عنه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ضعيف، لأنه معارض لقوله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهذا الماء يصدق على ما بلغ القلتين وما دونهما وما كان أكثر منهما.
وكذلك معارض لحديث بئر بضاعة، فيدل ذلك على ضعفه، أو أن يعتقد أنه منسوخ، وذلك كاعتقاد الحنابلة أن حديث ابن عمر في الأمر بقطع الخفين لمن لم يجد النعلين منسوخ، أو يعتقد أنه مؤول كاعتقاد بعض أهل العلم لقوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة، أن المراد بالتحريم هنا إنما هو الأكل دون الانتفاع بجلدها ونحوه، فلا يعمل بالخبر أو باللفظ بناء على اعتقاده، إما أنه عارضه ما يدل على أنه ضعيف، أو أنه عارضه ما يدل على أنه منسوخ، أو أنه عارضه ما يدل على أنه مؤول. قال: إن كان قابلا للتأويل، ولا يكون اللفظ قابلا للتأويل إلا بثلاثة شروط: الأول أن يكون محتملا للتأويل، والثاني أن يوجد دليل على التأويل، والثالث أن لا يوجد مانع من التأويل، فهذا هو القابل للتأويل. قال: بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق، أي بما يصلح أن يكون معارضا للخبر باتفاق المختلفين. وهذه العبارة مهمة لأنها تدلنا على الفرق بين هذا السبب والسبب العاشر الذي سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، لأن المخالف هنا يعتقد أن المعارضة يصلح أن يكون يصلح للمعارضة، لكن في السبب القادم الأخير يرى أن المخالف يرى المخالف أن المعارضة لا يصلح للمعارضة، كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله في الدرس القادم. ولهذا قال المصنف: بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق، بالاتفاق بين من ومن؟ بين المختلفين، وليس المقصود بالاتفاق هنا الإجماع، وإنما المقصود بالاتفاق هنا الاتفاق بين المختلفين، مثل آية أو حديث أو مثل أو مثل إجماع. فإذا كان المعارض متفقا عليه بين المختلفين مع الخلاف في الحكم، فأحدهما يرى أن هذا يصلح معارضا لكنه لا تصلح لكنه لا تحصل به المعارضة لسبب آخر، وهذا يصلح أن يكون ناسخا لكن الحكم يثبت لدليل آخر، وهذا الدليل يصلح أن يكون مؤولا لكن الحكم يثبت من أجل دليل آخر، فهما هنا متفقان على أن المعارضة يصلح أن يكون معارضا، لكن مع ذلك يقع الخلاف بينهما. ثم ذكر أن هذا السبب نوعان: النوع الأول أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة، يعني من غير تحديد المعارض هل هو ما يدل على نسخ الخبر أو ما يدل على تأويله أو ما يدل على ضعفه، فيتعين أحد الثلاثة وهي المعارضة والنسخ والتأويل،
من غير تحديد لواحد منهما. والنوع الثاني أن يعتقد أن المعارض معين محدد، وقد ذكره في قوله وتارة يعين أحدهما، بأن يعتقد أن الخبر منسوخ أو أنه مؤول، ثم مع ذلك قد يخطئ في القول بالنسخ، وقد يخطئ في القول بالتأويل، لأن اللفظ ليس قابلا للتأويل لعدم وجود الشروط الثلاثة المتقدمة، وقد لا يكون المعارض في قوة المعارض فلا يعمل به. وتجيء هنا الأسباب المتقدمة الثلاثة وغيرها في الحديث الأول، يعني في الحديث المعارض، وبناء على هذا يحصل الخلاف. وقد يترك الإمام العمل بالحديث لظنه أن الإجماع انعقد على خلاف هذا الحديث، لاعتقاده أن الإجماع منعقد على خلاف هذا الحديث، ولهذا قال والإجماع المدعى في الغالب إلى آخره. وهذه النقطة نقف عندها ونكملها إن شاء الله في درسنا القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.